اني مش هنسيبك الا لما نعرفه رجعت ابني ازاي ومين دول اللي كانوا خاطفين ابني. انت يا وليه مش ابنك بقى في حضنك عايزاه تاني؟ مش مهم برضك، لازم نعرف تعرفهم منين ودفعت لهم كام وخطفوا ابني ليه. اتبطي يا غاليه اتبطي، مش طايقه اسمع كلمه من حد. اتبطي. استنى يا حمو. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. استنى يا حمو استنى. طب فضلي شور عليا، اني برضه متعلمه ومتنوره، انا كنت بقولها دبلون. انت لو بتفهمي او بتحسي تحط لسانك في حنكك وتسكتي يا ام دبلون، لا ام تسمعي. طب انا الحق عليا يعني، انا خايف عليك انت واشرف. طب فهمني كده مين اللي اشرف بيقول عليهم، والنبي طمن قلبي. غالي خش جوا يا بنت. ورده. نعم يا حاج. خد العيب وخش جوا. يلا. حاضر يا حاج. تعالي يلا همي. تعالي يا حبيبتي يلا يلا ابني يا اشرف يلا. تعالي خش يا بنت. لا يا خالتي انا مش هنخش جوه، انا هنقف وهنعرفه كل حاجه. لو فضلت قدامي هكسر دماغك. اخفي يلا. طب بالاذن انا يا اما. تعال يا حم تعال. عايز ايه بس يا حاج؟ ها عايزك طيب يا روح الحاج. تعال يا حبيبي تعال عايزاك. معلش عندي شغلانه اخلصها واجيلك طوالي. وبعدين بقى ما تتعدل بدل معدلك انا، قلت لك عايزاك تعالى. يا اما سايق عليك النبي، سيبيني الوقت امشي، انا مش طايق نفسي. هو في ايه؟ هو انا ما عدليش كلمه عليك يعني؟ كبرت خلاص؟ تعالى اقعد احسن لك، بقول لك عايزاك. الله تعال. ماشي يا اما. قعدنا. بقى ستي دول جماعه كنا شغالين معاهم نظام قسط يعني، وانا مديهم فرد الطناش. قوم دمهم اتحرق، خدوا الواد عندهم، رحت انا قابلتهم ومضيت لهم على الشيكات بفلوسهم وما سكتلهمش، ركبتهم حق عرب. اه وجبت الواد في ايدي وانا جاي على طول. ها ارتحت بقى يا اما؟ لا يا حبيبي ما ارتحتش، عشان انت كذاب. ليه بس يا اما؟ وعارف انك كذاب.